اليوم خلوصا مع عدة طلبات للإعانة في ولاية نابل. الحساب هذه لجمع التبرعات للأشخاص والمؤسسات والجمعيات والمنظمات الرغبة في المساهمة، ويتم التصرف فيه في موارده في إطار حساب أموال مشاركة، وبطبيعة الحال يخضع على الرقابة المعمول بها في الدولة للمصاريف العمومية، بما في ذلك رقابة دائرة المحاسبات، باش نخرجوا من هالصناديق اللي معناتها دخل الشك عند المواطن. والمصاريف هذه كل ستتم عبر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، اللي هو منظمة عندها مصداقيتها في التصرف الأموال العمومية.